السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في حل تمرين في المعادلات. إذا حل المعادلة الآتية. إذا عندنا واحد المعادلة غنحاولوا نديروا الحل ديالها. إذا غنحاول نستعمل طريقتين لحل هذه المعادلة. الطريقة الأولى غنحاولوا نكتبوا نحاولوا نعملوا المعادلة، يعني نكتبوا المعادلة شكل حدود عوامل حدود من الدرجة الأولى. إذا شنو غادي نديروا؟ فهنا عندنا واحد الحد فيه عاملين x زائد 2 واحد ناقص x. غادي نحاول الحد الثاني نعمله حتى هو باش نحاول نلقى شي حد من هاد الحدود هادو، اما x زائد 2 او واحد ناقص x. اذا شنو عندنا؟ عندنا x زائد 2 واحد ناقص x زائد. اذا هنا الى لاحظنا مزيان راه كنلقى واحد المتطابقه هامه على شكل x مربع زائد عندنا 4 اكس هي 2 مضروبه في اكس مضروبه في 2 و 4 هي 2 اس 2. يعني هذه مكتوبه على شكل ا مربع زائد 2 ا بي زائد بي مربع. وحنا كنعرفوا بان هذه راه هي ا زائد بي الكل اس 2. اذا هذه المستطابقه الهامه كترجع لها الشكل. اذا اكس زائد 2 واحد ناقص x. اذا هذه ما صغيرتش. اذا هذه متطابقه الهامه من الدرجه الثانيه. اذا كتكتب على شكل x زائد 2 الكل اس 2. اذا x هذا الحد الاول هو في كيتعاود x مربع زائد 2 x مضروبه في 2 والحد الثاني هو 2 اس 2 هو 2. اذا احنا كتبنا الحد الثاني على شكل متطابقه الهامه. دابا غنعمل. اذا عندنا x زائد 2 واحد ناقص x زائد. اذا x زائد 2 الكل اس 2. شنو هي؟ هي x زائد 2 مضروبه في x زائد 2. اذا x زائد 2 مضروبه في x زائد 2. اذا دابا العامل المشترك راه بان هو x زائد 2. اذا كنعمل x زائد 2 شو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا واحد ناقص إكس في الحد الأول، وكيبقى لينا في الحد الثاني إكس زائد 2 تساوي 0. إذن إكس زائد 2 عندنا ناقص إكس مع ناقص مع زائد إكس 0، كيبقى لينا 3 تساوي 0. إذا شنو لقينا؟ لقينا 3 عامل x زائد 2 تساوي 0. هنا خصني ننتبه، عندنا 3 يخالف الصفر، لأن شنو غادي ندير؟ ممكن ندير 3 كتساوي 0 أو لأن جداء، أو x زائد 2 تساوي 0. 3 ميمكنش تساوي 0. إذا أوتوماتيكمون مادام 3 كتخالف الصفر كيبقى لي x زائد 2 يساوي 0، وبالتالي x تساوي ناقص زائد 2 كنديرها للطرف الثاني كتولي ناقص 2. اذا ناقص 2 هو حل هذه المعادله. الان غادي ندوزو للطريقه الثانيه. في الطريقه الثانيه غادي نديرو النشر، ولكن هنا خصني ننتبه بان ماشي دائما الطريقه كتعطي نتيجه، لان ممكن نلقى معادله من الدرجه الثانيه وبالتالي غير صعب عليا شي شويه نلقى الحل ديالها. اذا غادي ننشرو. اذا اكس في واحد هي اكس، اكس مضروبه في ناقص اكس. دائما ملي كنضرب كنضرب العدد بالاشاره ديالو، كنضربو اكس في زائد واحد. اكس في ناقص اكس هي ناقص اكس اس 2. زائد 2 في واحد هي زائد 2. زائد 2 في ناقص اكس ناقص 2 اكس. اذا هذا التعبير كنخليه كما هو، اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 تساوي 0. اذا هنا عندنا ناقص اكس مربع زائد اكس مربع عددا متقابلا كيعطيوني 0. كنجمع لي زيكس. اذا عندنا اكس ناقص 2 اكس هي ناقص اكس زائد 4 اكس هي 3 اكس، وعندنا 2 زائد 4 تساوي 6. إذا لقينا معادلة من الدرجة الأولى.
إذا 3 إكس 6 غادي نديها غترجع ندير الطرف الثاني ترجع ناقص 6. إذا إكس كتساوي ناقص 6 مادام حنا عندنا جداء كنقسمو على المعامل ديال إكس اللي هو 3 ناقص 6 على 3 تساوي ناقص 2. إذا ناقص 2 هو حل هذه المعادلة.